هتجيب سيره ابويا على طرف لسانك؟ انت مش عارف احنا ابونا مين؟ هيكون مين يعني؟ احنا اولاد المعلم حنفي شيخ الصيادين. طز يا عيني يا عيني. الله الله الله. اسمي اخويا اسمي. كمل اهو. اتجوزت اشهر طبيب نساء، ولقاء مع شعراوي غير حياتها. المذكرات الخاصة لأشهر نجمة إغراء في تاريخ مصر. في سنة 1931 وفي حي محرم بيك بمحافظة الأسكندرية اتولدت نريمان حسين مراد، أشهر نجمة إغراء في تاريخ مصر. أبوها قنضابة شرطة من أصول تركية، وأمها مصرية بتنتمي لواحدة من أعرق العائلات في عروس البحر المتوسط. نريمان واللي بقت بعد كده هند رستم عاشت طفولة مرفعة، رغم إن أمها وأبوها انفصلوا وهي لسه عيلة صغيرة. فضلت هند مع أمها فترة طويلة من حياتها، لكن لما قررت الأم تتجوز تاني رجعت تعيش مع أبوها اللي كان مهتم جدا بتعليمها وإلحقها بمدارس ولاد الذوات، وهناك شاركت بالتمثيل والرقص في حفلات المدرسة، وكانت مهتمة تتابع أخبار الفنانين وبتحلم باليوم اللي تقف فيه قدام الكاميرا. من كتر حبها في السينما ساعت هند لدخول مجال التمثيل وشاركت ككومبارس صامت، ما قالتش ولا كلمة في 8 أفلام، وأول مشهد اتكلمت فيه كان فيلم الستات ما يعرفوش يكذبوا قدام إسماعيل ياسين وشادية. النقلة الكبيرة في مسيرة هند رستم كانت سنة 1958 لما اختارها المخرج الكبير يوسف شاهين لبطولة فيلم باب الحديد، وعملت دور هنومة اللي بقى واحد من كلاسيكيات السينما. ومن بعدها انطلقت وقدمت مجموعة من أنجح الأفلام، منها صراع في النيل وابن حميدو وبابا أمين وكلمة شرف. عاطفياً عاشت هند رستم حياة اجتماعية متقلبة، والبنت اللي كان كل اللي بيشوفها يتمنى الارتباط بيها فشلت زيجتها الأولى من المخرج حسن رضا اللي أنجبت منه بنتها الوحيدة بسنت، وفضلت الإشاعات تطاردها وكل ما تشارك في عمل يتقال إنها على علاقة بالبطل. حصل ده مع أحمد مظهر ويحيى شاهين وأحمد رمزي، لكن هند فضلت متفرغة لرعايه بنتها لغاية ما كبرت. وفي الفترة دي اتجوزت من الدكتور محمد فياض، أشهر طبيب نساء وقتها، وعاشت معاه حياة سعيدة لغاية ما مات وهي على ذمته. بسبب ملامحها الغربية وأنوثتها الطاغية لقبت هند رستم بملكة الإغراء، وألقاب تانية كتير زي مارلين مونرو الشارق وريتا هاورث المصرية، لكنها كانت بتكره جدا لقب ملكة الإغراء، وقالت في مرة: منه لله مفيد فوز، هو اللي أطلق علي اللقب ده وبعد كده الناس مسكت فيه. هند رستم كانت محبوبة من أغلب الفنانين، لكن كانت طول عمرها على خلاف مع تحية كاريوكا وفاتن حمام، لدرجة إن تحية كانت بترفض تشارك في أي فيلم هند موجودة فيه. سبب الخلاف ده كان إشاعة طلعت إن هند كانت على علاقة بزوج كاريوكا عبد المنعم الخادم، وكانت دايما بتهاجم فاتن حمامة في حواراتها الصحفية، وقالت إنها ما تستحقش لقب سيدة الشاشة العربية وإنها ما بتعرفش تقدم غير أدوار معينة. من الحكايات المهمة والمؤثرة في حياة هند رستم حكاية لقائها مع الشيخ الشعراوي، واللي كان سبب في تغيير كبير في حياتها، وده بعد ما أقنعها المذيع أحمد فراج بحضور تسجيل حلقة من برنامجه مع الشعراوي. وبعد اللقاء ده راحت أدت مناسك الحج والعمرة، وأوصت بعد وفاتها بخروج جنازتها من مسجد السيدة نفيسة. من بعد سنة 1979 قررت هند رستم اعتزال الفن واختفت تماما عن المشهد، وعاشت لزوجها وبنتها الوحيدة لغاية ما رحلت عن عالمنا من 11 سنة في 8 أغسطس 2011.